مع حلول موسم الاصطياف يتنقل العديد من المواطنين الى المدن الساحليه لقضاء فترات عطلهم وهو ما قد يعرضهم الى خطر سرقه منازلهم ظاهره تجندت مصالح الامن لمحاربتها بدءا من تحسيز المواطنين بخطورتها هذا نوع من القضايا أه يتوجب علينا لحلها العديد من المجهودات بذل الكثير من المجهودات خاصه كونها تحتاج لتحريات خاصه خاصه فيما يتعلق بمسرح الجريمه ما يسهل على تقنيه مسرح الجريمه جمع القرائن والادله التي يعتد بها لدى القضاء هو الحفاظ على مسرح الجريمه من قبل من يقعون ضحيه لهذا الفعل مسؤوليه المواطن الحاجه الاولى انه تكون نخلي حاجه دي فالير في الدار ويخليها هكاك هي ميش رونفورسي الدار تاعو ميش سيكيوريزي ما كاين لا سيستيم دالارم ما كاين لا كاميرا ما كاين حاجه اللي تقدر تحميلو الدار تاعو باروداج ولا باب ويخلي حاجه دو فالور ويخلي الدار وحدها اون بليس وسائل واليات متطوره تعتمدها الشرطه العلميه في مسرح الجريمه من خلال جمع القرائن والادله في محاولة للوصول إلى هوية سارق الشقق والمنازل. المهمة الأولى هو تطويق المكان بشريط خاص بالأمن الوطني للمحافظة عليه مسرح الجريمة. ثانيا التثبيت الفوتوغرافي للمكان. ثالثا وهذا هو الأهم هو المواطن أنه يجب المحافظة على مسرح الجريمة. يتمكن عنصر الشرطة العلمية من الاستغلال الجيد للأدلة العلمية. اجراءات تحرص المصالح الامنيه على تطبيقها لكنها تبقى دون فعاليه اذا لم يتبعها وعي المواطنين فهو الوسيله الانجع للحد من هذه الظواهر